السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على يعني المدير الفني مصطفى بالسكري، يعني المدير الفني مصطفى بالسكري اللي تكلم دار تصريح يعني وين قال لهم يؤكد وين قال لهم انا واثق من فوز بيزف بعضوية مكتب التنفيذي في الشاب. هدرتها من قلبك ولا قال لك احترها هذا الا هدرتها من راسك هكا ولا معذور صديق جابك مشي جابك تما هو داروه وداروك خاطش علاه انا بالك كنت غلط شويه فيك بصح الناس اللي كانت تهدر والله اللي عندها الحق حتى انت ما لا تصلح اصلا كاع واش تحضر فوق الطابله واش تعمل في الميدان ماشي كيف كيف واش تحضر فوق الطابله واش تهدر واش تعمل في الميدان ماشي كيف كيف انا نقول لك والله ما كيف كيف كاع تشوف الرجاله يعني وجبت تشوف الرجاله وجبت لبلادها اسمح لي باش يكون على بالكم سعيد واعلي هذاك سعيد واعلي المغربي على بالك كان يخدم مدير رياضي لمدرسه التكوين لنادي اجاكس امستردام والتحق باكاديميه محمد السادس ليحل مشرف يعني على الفئات السنيه الوطنيه هو لا وين هو لا هذا مغربي هاك 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 شوف مصطفى بسكري شوف ما يخرج يهدر ما يخرج يقول لك عضويه ما يخرج ما تعرفوا ما والو حنايا رئيس اتحاديه يهدر مكرم الاعلام يهدر على التكتيك دو جو يهدر على رمضان لا يفطر ولا ما يفطروش يهدر على الفيفا ما ردتش مصطفى بالسكري يهدر قلب قال لك زبيزف قلب السماء مع الارض باش الدراري صغار يروحوا يعني في كلش بيكون ان شاء الله ما تكونوش انا على بالي على هدرتو جبتو بن حمو باش يكون درتوه يقري المدربين تاع الحراس انا على بالي على جبتوه الله يجعل ما تكونوش غادي ما تكونوش ان شاء الله باذن الله ما غاديش تكونوا انا على بالي على جبتو مصطفى على جبتو بن حمو على بالي على حلبت تيكوني بيا طري طري بيا الله يجعل ما تكونوش راهي مخلطه بين بوراس بين بن حمو دخل فيها المشرف طرد بن حمو يعني بزاف صوالح وين عبر هذا مصطفى بالسكري مدير فني الوطن عن ثقته الكبيره في قدره رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جايد زويزف على فوز بمنصب عضويه المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي للعبه الكاف يا ودي ما كاش منها كاع والله ما راه رابحها كي يقول لك والله ما راه رابحها مش راني كاره بلادي ولا يا ودي والله ما راه رابحها كاع ونحلف ونتصحف وكل اسمعكم قوة تاعي انتم راكم مهابيل ولا حنا شكون اللي وصلنا لهذه شكون الخاين والعساس لو كان هذاك كيسموه هذاك تاع الفيرما ترشح في 2019 وقالوا له ترشح انت قال له الحاج محمد راو بشهاده يعني السفير اللي كان في مصر كان معاهم مراد بوطاجين كان حافظ الراجي كانوا كاينين رجاله قالوا له ترشح انت الليبي قال لهم الا يترشح هو انا ما ترشحش صابوا يعني رشح صابوا قال لهم لا ومن بعد خرج بهلول عماره هذاك عمار بهلول قال لهم لا وقال لهم رئيس الفيرما ما عندوش الوقت وصوالحو ما يسمحولوش باش يسمح في صوالحو ما يسمحوا له صوالح هذه الجزائر عرفتوا وين وصلنا لو كان ترشح هو اليوم كراي من زلزا بصح هو ما ترشحش هو راح هو في 2017 2018 راسلو حمد احمد قالوا له قلع عنا كاع دوك اللي راهم جزائريين قال لهم غادي نقلعهم ما تعاودوش تولوا الحظ يجي خطره ما يجي زوج قالوا له لا قلع اقلعهم ها اليوم وين اصبحنا وزادوا حاقدين زادوا قالوا للمعين تاعهم زويزف قالوا له راس الاتحاد الافريقي باش يقلع شرف الدين عماره هاك تشوف وين عبر مصطفى بالسكري مدير الفني الوطني عن ثقته الكبيره في قدره رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم جايد زويزف على فوز
بمنصب عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي للعبة الكاف. يا ودي روح تربح هذيك روحها. وقال بالسكري في تصريحات الصحيفة ان ثقته الكبيرة في رئاسة زفيزف ليكون ضمن منظومة في المكتب الفيدرالي في الكاف معتبر انه يملك تجربة وليس وليد اليوم، موظف انه لم يصبح عضو في المكتب التنفيذي سيفتح الابواب لعدة اعضاء مثل بقية البلدان. شك يحل غير روحه، يحل غير روحه برك، غير روحه برك هذا مكان. وصرح مدير الفني الوطني أنه في الجزائر كل شروط موجودة لتنظيم تظاهرة كبيرة وجاهزون لاحتضان كان أمستو تكذبو كان 2025 يا ودي راه يجيب كان 2029 على أكبر من ذلك وقادرون على أكبر من ذلك لو كان عندنا رجال. ومن جهتها أعلنت الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمس عن عقد مدير فني المنتخب الوطني مصطفى بسكري. يعني وين يا ودي ما كاش مسكينة مصطفى بسكري والندوة يعني ما كاش ما كاش ما كاش بالكم تقصروا علينا يا ودي شنو غادي نقول لكم. حنايا دارت هنا كانوا كاع الأعضاء تاع الجزائر هنا كاع الأعضاء تاع لافري كانوا هنا كانوا كاع حنا الأعضاء واو لله. ومن بعد هنا في الجزائر داروا تاع دوري مؤتمر يعني تاع السوبر هذوك ما كاش إيكيب جزائرية مشاركة في ذاك المؤتمر ما كاشي. ومن بعد يقول لك حنا عندنا الرب العليها وتعرفوا غير رومان وتعرفوا الكذب هذا ما تعرفوا هذيك اليوم لا توما ساجين توما ساجين في صوالح توما والله واحد ما يطيق عليكم صورتو مي تبغوا طيحوا ايكيب وطلعوا ايكيب لا في هذا والله ما كان يطيق عليكم ما كانش ينجم عليكم انا نقول لكم والله ما كان فور والله ما كان كاع راهم لي زافريكا كاع ناضوا مع السينيغال قالك الواجهة 2027 هاشتاغ أكثر هاي أنا وين راهي الأكثر تداول من طرف الصحفي الأفريقي لدعم استضافة السنغال اللي كان 2027 ها الرجال فاطمة فاطمة أبوي فاطمة راهي الدور ها فاطمة راهي الدور بالك فاطمة راهي الدور أبي تربح أنت تربح مع فاطمة انطلقت بالك فاطمة راهي تدور بالك تسمع بيها تاع بالك فاطمة يدور والله بالك فاطمة يدور مصطفى بالسكري وراه راه يعطي قالك غادي هو ينظم وين ينظم وين ينظم وين وين جاي التنظيم تاعكم اللي نتوما تشوفوا فيه وين تبهديلة واه تبهديلة والله واحد ما يطيق عليكم انا نقول لك تبهديله نتوما فور ومكاش لي ينجم عليكم في التبهديله والله ما كان لي ينجم عليكم التبهديله والتغليط الشعب يا ودي مديورينها نتوما فور مديورين فيها مع الناس ماشي قضيه ازمه ملاعب ولا ازمه لا حنا ازمه رجال مكاش رجال مكاش والله لا ازمه تاع رجال والله العظيم والله لا ازمه تاع رجال نقولها لكم ونعاودها لكم يعني وين العمل يتطلب رجال اكفاء وفي المستوى رجال أكفاء وفي المستوى ماشي غير هكا حسبها سهلة انت ولا اش غادي نقول لكم يا راحت يا ربي يجيب الله يجعل 2029 خاطر 2029 غادي تنوض لك كينيا وتنزانيا وغاندا عقلوا عليها مليح غادي نقول لكم هادو غادي ينوضوا لكم 29 والله ما تديها معاهم
السينيغال دات 27 راحت مشيتها 27 صيف خرج مليح ونعاودها لك مليح في راسك اودي خويا جلدتها وراحت 27. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بالجديد. أبونوا معنا.